for the attendees so he can okay enter. This is okay for us. طيب معناته so you will you open for attendees and then you will open the live, right? Yeah, after maybe 10 5 minutes. Ah, yes. There is Chief Mandla. He's there. Bueno. Hey, yo. How are you? Hello, Chief. We were so worried. We are so worried. Sorry. I was having problems logging in. It's okay. We miss you very much. Oh, I miss you all. How's my family doing? Very good. Very good. Okay, I think we should open the room for the attendees now. Yes, we are now accepting the attendees. Currently, we are at 15. Good afternoon, Chief. Good afternoon. How are you, Razan? We miss you a lot, a lot. Oh, I miss you too, eh? Struggling all together, always together. Yes. Stephen, are you accepting the participants? Are you? Yes, yes. أيوة ماما ولا دول استنى أشيل هاي. โอเคค่ะพี่ถ้าเขาก็ถ้ากดลิงก์แล้วมันก็คือจะเข้ามาในหน้ามันเลยค่ะพี่
Hello, everybody. We'll start in 5 minutes, inshallah. Welcome, everybody. Thank you. أعزائنا ضيوف والمشاركين سنبدأ خلال 5 دقائق إن شاء الله. على بركة الله بانتظاركم. وين؟ لا المفروض يكون لا خلاص هذا من عندهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أينما كنتم في أي بقعة من أصقاع هذه الأرض كمشاعر الحرية لنعمل معا في سبيل مواجهة جريمة كبرى تحدث في فلسطين باسمي وباسم العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء والتحالف العالمي للسيادة على الغذاء نرحب بكم جميعا في هذا الحوار المهم الذي يشارك فيه نخبة من ضيوف نرحب بهم أيضا وهم الأستاذ فتحي خضيرات والأستاذ عبد الغني حمدان والأستاذ مانديلا تشيف مانديلا والأستاذ مالكوم جي وسنعرف بهم لاحقاً وهم أشهر من أن يعرفوا فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً أعزائي من يقرأ التاريخ يعرف أن عملية الضم قد بدأت منذ فترة طويلة قد بدأت منذ أكثر من 100 عام وشراسة الضم لم تتوقف لحظة منذ ذلك الزمان إذن لماذا زوبعة الضم هذه الأيام؟ ماذا حدث؟ ماذا تعني؟ لماذا أشعل هذا البركان في هذا الوقت؟ هذا ما سيحدثنا به محدثينا اليوم وقد استضفنا خبيرين مهمين من الأغوار الفلسطينية خبراء من فلسطين ليتحدثوا عن هذه وعن جريمة الضم الحديثة وقد وقفنا ضيفين من الحركة الدولية لنضالات الشعوب والمدافعين دائما عن القضية الفلسطينية قبل أن نبدأ بسماعهم وددت أن أشارككم بيان حديث جدا صدر عن 47 خبير حقوق إنسان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووجدت أن هذا البيان هو خير ما نبدأ في حوارنا
بيان الخبراء الذي وقع عليه هؤلاء الخبراء موجه للأمم المتحدة ولكل العالم، يقول أن هذا القرار الضم هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وأن الاحتلال الإسرائيلي هو مصدر انتهاكات عميقة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، ومن هذه الانتهاكات مصادرة الأراضي والموارد الطبيعية وهدم المنازل والنقل القسري للسكان والاستخدام المفرط للعنف والتعذيب واحتجاز الأطفال والتسمم بالتعرض للنفايات السامة وانعدام الأمن الغذائي وحرمان الفلسطيني من حق تقرير المصير وكثير كثير من هذه الانتهاكات. ويقول أن إعلان الضم سيزيد من هذه الانتهاكات، وما سيتبقى من الضفة سيكون بنتستان فلسطين عبارة عن جزر من أراضي غير متصلة ومعزولة عن محيطها الإقليمي، وبين أنه سيصبح هناك شعبان يعيشان في نفس المكان يحكمهما نفس الدولة ولكن بحقوق مختلفة وغير متساوية إلى حد كبير، أي إلى فصل عنصري بأسوأ صوره. وقال أن الضم يحدث كما قلنا في البداية منذ زمن، ففي 1980 ضمت القدس الشرقية، وفي 1981 ضمت مرتفعات الجولان، وهذا الضم الحديث الذي يقول بضم 30% سيتبعه 30% أخرى من المنطقة جيم التي ورطتنا بها اتفاقية أوسلو السخيفة. ولكن يقول البيان أن الأمم المتحدة أدانت هذان الضمان ولكن لم يحدث شيء آخر غير الإدانة، ولذلك هم وبهذا البيان يستنتجوا أن النقد الغير مفعل بعقوبات لن يحول دون مزيد من الضم والإجرام، ولا يمكن أن ينهي مأساة الشعب الفلسطيني ولا الاحتلال. ويطالب هذا البيان أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليات قانونية وسياسية ورسمية للدفاع عن قراراته، تشمل قرارات للمساءلة والمراجعة، ويطلب من الدول عدم مساعدة أي تحرك للضم وأي نشاط غير قانوني بالنسبة للمستوطنات، ويطالب بقوة، وهذا جديد على الأمم المتحدة، إنهاء الإفلات من العقاب، بما أنه مورست ضغوطات على دول أخرى خالفت القانون الدولي ولم تمارس على إسرائيل، وهذا البيان يطالب بفرضها على إسرائيل باستعمال وسائل، ونحن ندعو هنا إلى استعمال كافة العقوبات كالمقاطعة وتحويل الاستثمارات والعقوبات كلها التي تدعو لها المقاطعة الإسرائيلية ضد الكيان الصهيوني العالمية، وندعو إلى كما نقول دائما إلى استعمال كل وسائل المقاومة المتاحة لنا لمواجهة هذه الجريمة. الآن يسعدنا أن يعني نفتح المجال لضيوفنا الكرام حتى لا نضيع الوقت، لضيفنا الأول الأستاذ فتحي خضيرات، وهو من مواليد الأغوار الفلسطينية، وهو خبير في شؤونها، وهو من المبادرين الأوائل الذين استشرفوا مشكلة الضم وحاربوا لأجلها، وهو رئيس مجلس بردلة والمجلس الإقليمي للأغوار الشمالية، ونائب رئيس لجنة التخطيط الإقليمية للأغوار من عام 95 إلى 2006، ومؤسس حملة البقاء مقاومة وحملة الأغوار الشعبية. أهلا بك أستاذ فتحي، ونرحب بك كمتحدث أول لتلقي الضوء على هذه المسألة، تفضل. جزيل الشكر لك يا أخت رزان والإخوة المشاركين، أسعد الله مساءكم جميعا، أسعد الله مساءكم أهلنا وأحبائنا المدافعين عن حقوق الإنسان من جنوب إفريقيا، من فلسطين، من كل أصقاع الأرض. أستاذ فتحي بس أسفة أستاذ فتحي بس لحظة، أنا بس بدي أشدد على الذين لا يفهمون العربية أن يفتحوا الترجمة. I want to please welcome everybody who is not speaking Arabic and I would like those who did not open interpretation, there is a small circle like the earth on the bottom right to press it and choose English for translation. Thank you very much for your patience.
And the Chinese room for the people who are who prefer to speak Thai. Thank you very much. أستاذ فتحي تفضل. خذ راحتك. يعني بالعربي بالإنجليزي يعني نرحب بأصدقائنا حول العالم بأصدقاء القضية الفلسطينية. I would like to welcome all those who support the Palestinian resistance against the Israeli colonization project in Palestine, and I would like especially to welcome Mr. Mandela, who's coming from a family who resists against the apartheid and against the occupation, and we appreciate highly their support to Palestine and of course other colleagues in this seminar. مساء الخير لكم جميعا. أخت رزان، الفضل لأهل الفضل، الفضل لك وللعربية الذين جمعونا في هذا اللقاء الضروري حقيقة، لأن الأغوار هي ذلك القطاع المنسي من الأراضي الفلسطينية، وهو بوابة فلسطين الشرقية، وهو قلب المنطقة الإقليمية، خلينا نقول في منطقة الشرق الأوسط، هو ذلك الشق أو الفلق الجغرافي أو الطبوغرافي الذي يربط قارة آسيا بقارة أفريقيا. الأغوار ليست كما نعتقد هي ذلك الجزء الشرقي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، هو ذلك الإرث التاريخي. وأنا حقيقة يعني جملة معترضة، لا أعرف لماذا اليونسكو أو لماذا الفلسطينيين أو حتى المشاطئين أو المشاركين في غور الأردن، الأردن وسوريا وباقي الدول العربية ذات الاهتمام المشترك في هذه البقعة الجغرافية، لماذا لم نذهب إلى اليونسكو ونعتمد هذا أو نطالب باعتماد هذا المكان الفريد عالميا كإرث عالمي؟ يعني شو بيفرق الأغوار؟ وين في أغوار أخرى في العالم؟ وين في نقطة تنخفض عن سطح البحر 400 متر مربع في هولندا، في مكان بينخفض عن سطح المتوسط 6 متر، عاملينه مزار؟ احنا عندنا غور الاردن هو البيئه فريده عالميا، هو ملتقى الطيور المهاجره، هو ملتقى قاره افريقيا واسيا، هو فيه البحيره او البحر المالح الاكثر كثافه وملوحه في العالم، البحر الميت، وهو ارث تاريخي، فيه نهر الاردن المقدس الذي النهر الوحيد الذي يجري في اخفض بقاع المعموره في 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 غور الأردن، يعني من ناحية الزراعية ومن ناحية كما أسميتموها سلة الغذاء، هي أكبر محمية طبيعية في الكون، تنتج يمكن أن تنتج يعني الخضار والفواكه في 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 شهر جانيوري في شهر واحد. وبالتالي إحنا أمام يعني أمام ليس طويلة حقيقة، يعني من التميز في هذه المنطقة، ويقابل هذه الليستة أو مقابل هذه القائمة الطويلة من الامتيازات، هناك يعني قائمة بلا حدود من الانتهاكات الإسرائيلية ضد البيئة والطبيعة وحتى الوجود الإنساني في هذه المنطقة. هناك مجتمعات اختفت، وهناك قطاعات اختفت من هذا المكان نتيجة للممارسات الإسرائيلية. إسرائيل تستخدم مثلاً المياه، وهو حق إنساني طبيعي، يعني حق مقدس للبشر، تستخدم السلاح لإجراء نوع من أنواع التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة. وبالتالي نحن اليوم أمام يعني قصة فريدة بكل نواحيها، فريدة من حيث هذا المكان، فريدة من حيث هذه الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ما يسمى بالضم، وهو بكل تأكيد هذا المسمى لا ينطبق على ما تنوي حكومة الاحتلال الإسرائيلي القيام به في تلك المنطقة. الضم يعني أخذ الأرض والسكان إلى جانب آخر من الحدود، فرض سيادة الإسرائيلية أو سيادة دولة الاحتلال عليه. ولكن ما تفكر به إسرائيليا عمليا على أرض الواقع هو تجريد السكان مما تبقى بحوزتهم من أراضي، ضم الأراضي، ضم هذه الأراضي، وهي بالمناسبة
يعني قطاعات واسعة من الأراضي الخصبة والمناطق الغنية بالمياه الجوفية والمصادر الطبيعية وعزلها عن الوجود السكاني الفلسطيني. يعني سنعيش معازل أخرى على غرار تلك المعازل التي كانت قائمة للسود في جنوب أفريقيا. سيكون الفلسطيني كما أنا مثلا من وليد الأغوار، أول مرة رأيت نهر الأردن، أنا من غور الأردن، أول مرة رأيت نهر الأردن عندما عبرت الحدود إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وأنا بالباص عندما عبرنا الجسر رأيت مياه نهر الأردن. سيكون بإمكان أهل الأغوار رؤية أراضيهم، ولكن لن يكون بإمكانهم ممارسة حقهم الطبيعي في فلاحتها على سبيل المثال، أو الاستفادة من خيرات بلادهم ومن ثرواتهم الطبيعية. وهذه بتوصيفات القانون الدولي هي جريمة حرب، يعني جريمة حرب مركبة بالمناسبة. جريمة الحرب الأولى يعني أو ما يرتقي لأن يكون جريمة حرب أن تقوم دولة الاحتلال بنقل جزء من سكانها إلى الأراضي المحتلة، ما يرتقي لأن يكون جريمة حرب أن تقوم دولة الاحتلال باستغلال المصادر الطبيعية لغير الأغراض العسكرية الضرورية في حالات الحرب، ولكن إسرائيل تستغلها لصالح سكانها بل لصالح الكيان الإسرائيلي خلف الخط الأخضر. والجريمة المركبة الثالثة فوق هذا هي تحرم السكان المدنيين من أبسط حقوقهم في استغلال مواردهم، وتحديداً المياه التي عرفت في اتفاقية روما ل 2010 بأنها أحد أسباب الحياة الأساسية، وحرمان البشر منها يعتبر انتهاك جسيم أو يرتقي لأن يكون جريمة حرب. وبالتالي نحن أمام جرم مركب من ناحية، نحن أمام حالة فريدة من نوعها كأغوار من ناحية أخرى، نحن أمام حالة من يعني حالة مريبة من الصمت والتجاهل، نقول يعني من الجانب العربي أو من الجانب الفلسطيني، أو كلنا مذنبون، كلنا مقصرون في هذا المجال. يعني أنا أول أحد يتهم نفسه أولا، ومن ثم نتهم الآخرين بأننا قصرنا بالمطالبة بحقوقنا، قصرنا بالحفاظ على حقوقنا، قصرنا في إجراءات إبداعية حقيقة. يعني عندما ننظر إحنا إلى إجراءات الاحتلال في منطقة الأغوار، يعني عندما هرتشل كتب كتابه الأرض القديمة ذكر فيه هذه المنطقة بالمناسبة، يعني كما ذكر القدس ذكر الأغوار. وبالمناسبة يعني كان أحد الفصول التي كتب عنها هرتشل في كتابه الأرض القديمة هي قناة البحر الأحمر البحر الميت. وهنا يعني نعود لجرائم أخرى مركبة من حيث الاعتداء على الأغوار، مركبة من حيث توريط المجتمعات في دول الجوار في مشاريع لا نعي حتى الآن، ولا نعتقد، أنا شخصيا لا أعتقد أنه يمكن أن نتعامل مع إسرائيل بحسن نوايا في مشاريعها المستقبلية، مثل مشروع مثلا قناة البحر الأحمر قناة البحر الميت. نعود مرة أخرى لنقول أن الأغوار ليست هي القطاع الشرقي من الضفة الغربية، هي ذلك الفلق الآسيوي الذي يمتد من شرم الشيخ، الذي يمتد من صنافر وطيران تحديدا إلى مدينة صور اللبنانية إلى سهل البقاع. وبالتالي تمسك إسرائيل مثلا في قرية الغجر اللبنانية هو يأتي في إطار هذا الموضوع، تمسك إسرائيل بعدم إعادة الجزء الغربي من الجولان السوري المحتل وتحديدا المشاطئ لبحيرة طبرية هو يأتي في هذا، تجفيف بحيرة الحولة يأتي في هذا الإطار أيضا، تلك الحدود أو السياج الذي بني ما بين الضفة الشرقية والضفة الغربية لوادي الأردن هو يأتي، تهجير قرية أو القرى في النقب الفلسطيني المحتل، يعني إحدى القرى هدمت 178 مرة، ما حد بيعرف ليش قرية بدوية، يعني بأبسط الأبنية، يعني ناس عندهم عرش، ناس عندهم خيام، ناس عندهم موكبة نار تيجي جراف بلدوزر بتكدها، ليش؟ لأنه مطلوب إبعاد إزاحة الكثافة السكانية عن هذه المنطقة. كل الحروب التي خاضتها إسرائيل
بما فيها حرب الكرامة، بما فيها الدخول الإسرائيلي إلى الضفة الشرقية من وادي الأردن، كان يهدف إلى تخفيض الكثافة السكانية في هذا الواد. وهذا الواد ليس فقط يعني هو سلة غذاء، مش بوكسة بندورة يعني الأغوار الفلسطينية، مع احترامي الشديد طبعا الغذاء مهم طبعا والحالة الاقتصادية مهمة جدا، لكن سيادة الشعوب لا تبدأ فقط بالاقتصاد، سيادة الشعوب وكرامة الشعوب وكرامة العواصم وكرامة المدن وكرامة المدنيين والصناعة والتجارة والسيادة والسياسة تبدأ بالحفاظ على الحدود، والأغوار الفلسطينية هي الحدود الأطول والحدود المتبقية الوحيدة. إذا افترضنا أن هناك كيان فلسطيني سيكون في الضفة الغربية، الأغوار هي الحدود الوحيدة، وبالتالي هي السيادة الوحيدة، وبالتالي هي معبر الكرامة الوحيد، واسمه معبر الكرامة على كل حال للفلسطينيين في تلك المنطقة. وبالتالي نحن أمام حالة التفريط فيها يعني كلمة تقصير أو جريمة، يعني كلمة يعني قليلة جدا بحق هذا التوصيف. علينا أن نكون يعني بقدر المسؤولية. هي القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، القدس المقدسة، القدس ذات يعني الرؤية أو ذات القيمة التاريخية والدينية وإلى آخره، الديانات السماوية الثلاثة، هي كم تبعد عن الأغوار؟ ولا متر. والتوسع العمراني الإسرائيلي الاستيطاني حول القدس وفي منطقة الأغوار، ما في توسع في القدس الشرقية، القدس الشرقية داخل الأسوار ما فيها توسع استيطاني. نعم هناك نزاع، هناك يعني سلب لبعض المنازل داخل القدس. القدس الغربية ما فيها توسع، القدس الغربية مبنية من عند الجامعة العبرية لوين ما بدك، مبنية من 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 قبل 67. التوسع الاستيطاني في القدس وفي منطقة الأغوار، يعني كم تبعد القدس عن 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 أريحة، كم تبعد القدس عن 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 السفوح الغربية لوادي الأردن؟ ولا متر. هي كم تبعد بيت لحم؟ ليش راح؟ أنا معاكم، أنا أسمعكم، لكن تسمعوني؟ أستاذ فتحي، مهم جدا الذي قلته، يعني معلومات مهمة خاصة بالنسبة لنا، ربط موضوع الأغوار وفلسطين بلبنان والأردن وسوريا مهم جدا، هي قضية واحدة وتهدد الجميع. واللي أنا يعني كمان لفت نظري وأحب أن في الجولة الثانية، لأن أول جولة عم نعطي 10 دقائق والجولة الثانية التي ستكون 5 دقائق، أتمنى أن تركز على النقطة التي طرحتها، نحن مقصرون ولا نريد أن نجلد ذاتنا. ما العمل؟ يعني نحن هناك، ما هو دورنا؟ أن نبدأ خير من أن نلعن الظلام، كما تعلم لنا حق، روح الأمة موجودة. أريد منك لطفا في الجولة الثانية أن تضع تصورك، كيف، ما العمل، ما دورنا، ما دور المجتمع الدولي الذي يرافقنا اليوم بهذا الحوار ويسعى لدعمنا، ما دوره؟ بنكون ممنونين إذا كانت هذه الجولة الثانية إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ فتحي، مهم جدا. ننتقل الآن إلى متحدثنا الثاني، وهو مناضل آخر، دكتور عبد الغني حمدان، حاصل على درجة الدكتوراه في فيزيولوجيا المحاصيل الحقلية، يعمل في جمعية التنمية الزراعية الإغاثة الزراعية، وهي عضو في الشبكة العربية للسيادة على الغذاء، ولها باع طويل وخدمات جليلة في فلسطين، وهو خبير معتمد لدى المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية، وهو محاضر وباحث أكاديمي في كلية الزراعة في جامعة القدس المفتوحة، وأشرف على رسائل ماجستير وأبحاث عديدة في مجال الزراعة والأمن والسيادة الغذائيين، وقد شاركنا مؤخرا في دراسة مهمة جدا عن الأمن الغذائي في فلسطين. الأستاذ عبد الغني حمدان، تفضل. مساء الخير للجميع. بداية الشكر الجزيل لك أخت رزان
على تنظيم هاي اللقاء الحيوي باسم الشبكة العربية للسيادة على الغذاء والعربية لحماية الطبيعة، والذي يأتي وفيه العالم كله في أحوج حالاته للأمن والسيادة الغذائيين، وخصوصاً الشعب الفلسطيني الذي يعيش محنة أخرى مع الاحتلال. الشكر موصول لكل الأصدقاء من العالم والمحبين والمناصرين، ونشكر ونرحب أيضاً بضيوفنا الكرام الأستاذة سيلفيا مالاري والأستاذ مانديلا والأستاذ مالكوم جي وزميلي ورفيقي الأستاذ فتحي إخدرات. طبعاً الأستاذ فتحي سبقني في الحديث عن الأغوار وتفضل بكثير من المعلومات المهمة، ولكن أنا سأتحدث عن أثر خطة ضم الأغوار لا سمح الله إن حدثت على سلة الغذاء الفلسطيني، وسأعرض مجموعة من الأرقام التي توضح أهمية الأغوار. أول شيء بالنسبة للأغوار، هو منطقة متميزة مناخياً وتاريخياً، تعد أريحة والأغوار طبعاً هي أخفض منطقة في العالم، وهذه ميزة عجيبة وفريدة. البحر الميت حالة نادرة أيضاً، حيث يقع على أخفض نقطة في العالم 400 متر تحت سطح الأرض. عدد الأنواع النباتية والحيوانية البرية التي تعيش في فلسطين حوالي 51 ألف نوع، أغلبها في الأغوار، وتشكل 3% من التنوع الحيوي الإجمالي في العالم. يمكن زراعتها والإنتاج منها على مدار السنة، فهي دفيئة طبيعية وهدية من الرحمن. هي خزان مائي وجغرافي وغذائي لفلسطين. هي أقدم منطقة سكنها الإنسان، وبالتالي هي مهد الحضارات الإنسانية على مر التاريخ. تحتوي منطقة الأغوار على 89 موقعاً أثرية. مساحة الأغوار حسب خطة الضم، طبعاً مساحة الأغوار حسب خطة الضم تبلغ 1.6 مليون ضنم، وتعادل 160 ألف هكتار، وهذا يشكل 28.8 من مجمل أراضي الضفة الغربية. طبعاً التضارب في المساحات بين السلطة الفلسطينية ومساحة خطة الضم يعزى إلى دمج إسرائيل إلى المناطق البرية لمحافظات قباس ونابلس وبيت لحم والخليل. إسرائيل تسيطر على ما يقارب 88.3% من إجمالي مساحة الأغوار حالياً، بمعنى لا يوجد سيادة على الأرض، على أرض الواقع للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأغوار، بغض النظر عن عملية الضم المزعومة، وإنما إسرائيل تريد ببساطة إسقاط صفة الاحتلال عن الأغوار وشرعنته. آثار ضم الأغوار على المياه، كما نعلم أن المياه هي العصب والعمود الفقري للزراعة، بمعنى آخر لا يوجد إنتاج زراعي بدون وجود المياه، فهي عصب الحياة. حوالي 70، تفيد الأرقام أن حوالي 70% من مياه الحوض الشرقي في الأغوار، وهذا يشكل حوالي 130 مليون متر مكعب سنوياً، حصة للفلسطينيين من هذا الحوض، وفي فلسطين 3 أحواض كما تعلمون. فيما لو تم الضم سنحرم بشكل كامل من هذه الحصة. حوالي 15.37 مليون متر مكعب سنوياً من الآبار العاملة في المنطقة، وعددها 89 بئرة، وإجمالي الآبار 182 بئراً، والباقي تم السيطرة عليه من الاحتلال. يوجد في منطقة الأغوار أيضاً 22 نبع بمعدل تدفق حوالي 44 مليون متر مكعب سنوياً، وهذا يعادل 95% من إجمالي ينابيع الضفة الغربية كاملة. حوالي 270 مليون متر مكعب سنوياً من حصة فلسطين في نهر الأردن، أيضاً سيتم حرمان الفلسطينيين منه في حالة تم ضم الأغوار. حوالي 155 مليون متر مكعب سنوياً من المياه شبه المالحة التي ستروي النخيل. لن يتمكن الشعب الفلسطيني من الاستفادة من معالجة المياه العادمة واستغلالها.
تفيد الأرقام والتقديرات أن إجمالي الحرمان من المياه يبلغ حوالي 554 مليون متر مكعب سنوياً. هذا بالنسبة لآثار الضم على قطاع المياه. أثر ضم الأغوار على الحيازات والمحاصيل الزراعية. حين نتكلم عن الحيازات نعني الملكية، وحين نتكلم عن المحاصيل الزراعية نعني الإنتاج والمساحات المزروعة. سيتم حرمان الشعب الفلسطيني من نحو 1 مليون دنم قابلة للزراعة المروية أو الزراعة بالري التكميلي للمحاصيل الاستراتيجية كالحبوب والأعلاف أو الزراعة البعلية. والجميع يعلم أن الحبوب الاستراتيجية، الحبوب والأعلاف هي عصب السيادة الغذائية، يعني لا يمكن تحقيق السيادة الغذائية بدون امتلاك أو إنتاج هذه السلع الاستراتيجية، لأنها تشكل غذاء للإنسان والحيوان على السواء. فيما لو تم الضم ستتراجع الزراعة المروية بنسبة 95% من إجمالي الضفة الغربية. طبعاً الوضع الحالي، إذا تطرقنا للوضع الحالي للزراعة، رغم قلة المساحات المتاحة للفلسطينيين في الأغوار، إلا أن الأغوار تشكل ما نسبته 43% من إجمالي الحيازات الزراعية في الضفة الغربية، وأعتقد أن هذا رقم عالي جداً. منها 48% من الحيازات النباتية و 35.6% من الحيازات الثروة الحيوانية. المساحات الزراعية الحالية حسب المحاصيل 56.6% من إجمالي مساحة الضفة الغربية كمساحات. من الخضار لوحده حوالي 47% من إجمالي الضفة الغربية، لا يقل عن 50% من المحاصيل الحقلية من إجمالي الضفة، و 12.9% من مساحة البستنة الشجرية من إجمالي الضفة الغربية أيضا، و 23.6% من إجمالي الزراعة المحمية. هذا كلها في منطقة الأغوار. إذا تطرقنا للثروة الحيوانية والمحميات الطبيعية، سيحرم الشعب الفلسطيني أيضا من المراعي، المراعي التي لا تقل عن 73% من إجمالي مراعي الضفة الغربية. سيخسر الشعب الفلسطيني أيضا 25% من إجمالي المواشي، ونقصد بها الأغنام والماعز، من إجمالي مواشي الضفة الغربية. 16.7% من رؤوس الأبقار من إجمالي أبقار الضفة الغربية. بالنسبة للغابات والمحميات الطبيعية، سيتم حرمان الشعب الفلسطيني أيضا ما نسبته 88% من مساحة المحميات الطبيعية والغابات، وهي تشكل أو تبلغ 51,511,570 دنم، وتشكل 9% من إجمالي مساحة الضفة الغربية. الإنتاج الزراعي الحالي من الأغوار، يعني حبيت أنا أتطرق للإنتاج الزراعي الحالي حتى يكون وضوح للصورة في ذهن المشاهد، وخصوصا أصدقائنا من الدول الأخرى والوطن العربي. فمساهمة الأغوار في الإنتاج المحلي الزراعي، يشكل الإنتاج الزراعي للأغوار حوالي 65% من إجمالي إنتاج الضفة الغربية، موزعة كالآتي: 60% من الخضار من إجمالي الضفة الغربية، 65% من إجمالي الزراعة المروية في الضفة الغربية، و 45% من إجمالي الحمضيات، و 27% من إجمالي منتجات الثروة الحيوانية، و 100% من إنتاج التمور ومعظم الموز وغيرها. والجدير بالذكر أن هناك بعض المحاصيل التي تزرع بمساحات قليلة لم يتم ذكرها هنا. إذا تطرقنا على بعض الآثار الاقتصادية والتي لها علاقة مباشر بالأمن الغذائي أو والسيادة الغذائية، فستزيد نسبة انعدام الأمن الغذائي، وهي النتيجة الكارثية للشعب الفلسطيني، إلى ما يقارب 30% على أقل تقدير. طبعاً نسبة انعدام الأمن الغذائي الحالية تبلغ حوالي 29% من إجمالي السكان الفلسطينيين، يعني
مع بعض راح يصيروا حوالي 60% من نسبة الشعب الفلسطيني سيعانون من انعدام الأمن الغذائي. تزايد نسبة البطالة إلى ما يقارب 30% من سكان الأغوار، إضافة إلى البطالة الحالية. تقدر الخسائر الاقتصادية حسب تقديرات الاقتصاديين والخبراء التي سيتكبدها الاقتصاد الفلسطيني بسبب السيطرة على الموارد حوالي 3.1 مليار دولار، حوالي نصف هذا المبلغ من الإنتاج الزراعي في الأغوار. حوالي مليار دولار من الموارد المتاحة في البحر الميت، وخصوصاً المعادن الموجودة في البحر الميت، ومنها البوتاس والبورون وغيرها. سيطرة إسرائيل على المعابر والحدود التجارية تكبد أيضاً الشعب الفلسطيني مبالغ أخرى بسبب عدم حرية التجارة بين فلسطين والدول الأخرى. هاي بالنسبة لبعض الآثار على الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في فلسطين. والنتيجة إن لا يمكن أو لا سيادة غذائية في فلسطين بدون الأغوار، ولا يمكن تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية بدون منطقة الأغوار، لأنها منطقة فريدة ومتنوعة من الناحية التاريخية ومن الناحية بأنها تشكل دفيئة طبيعية، ويمكن إنتاج الخضار وأغلب المزروعات في فصل الشتاء. هذا ما كنت أود أن أتحدث به بخصوص منطقة الأغوار وأثرها على السيادة الغذائية، وشكرا. بالغ الشكر دكتور عبد الغني. أرقام مهمة جدا، أرقام كارثية، واضح المطلوب. يعني لما نقرأ هذه الأرقام المذهلة هو خنق وقلع الفلسطيني وتهجيره. يعني ما فيش غير أنه لما مصادرة سلة غذائنا بهاي الطريقة الوحشية فهي تدل على أنه إحنا المطلوب ترحيلنا، وهذا خطير جداً جداً. أود أن أشكرك كثيراً، وأتمنى في الجولة الثانية إذا استطعت أن تبين لنا من خبرتك وتراكم خبرتكم في العمل المدني والمجتمع المدني ما هو دور منظمتكم أمام هذه الأخطار. أنا بعرف دوركم قبل، بس لكن هلأ تضاعفت الأخطار كما قلنا. ما هو دوركم؟ ما هو توقعاتكم من الدعم العالمي والدعم الإقليمي؟ وشاكرة جدا لك على هذه المداخلة التي أظن أنه كلنا سنستعملها وسنستفيد منها كثيرا. نأتي الآن إلى متحدثنا الثالث، واسمحوا لي أن أنتقل إلى التحدث باللغة الإنجليزية للترحيب بالأستاذ مالكوم جي. We would like to welcome our third speaker today. He's a, I can call Malcolm a freedom fighter as well, a person who is living in Canada, standing with all the struggles of the people with all his time. He deserves all the respect and appreciation of all of us who are also fighting for the same purpose and have the same compass. Malcolm Gay is a vice chairperson of external affairs of the International League of People's Struggles, ILPS. In the ILPS, Malcolm represents the Immigrant Workers Center in Montreal, Quebec, Canada. And he has been very active in solidarity with the Philippines since the 1980s and is a founding member of the Center for Philippines Concerns. Malcolm is also a director, and I didn't know that, and a producer of some 30 documentary films. He is a co-founder and president of the film production company, Multi Monde. I had the honor of meeting Malcolm in Lebanon. He came in solidarity for the Palestinians with the Right of Return campaign. And we are very eager to listen to you, Malcolm. The floor is yours, please. By the way, let me tell our Arabic speakers
who would rather speak, listen to Malcolm in Arabic, that they should open the interpretation button and click on the French. I don't know why it's in French, but it's the French. Click on the French to hear Malcolm in Arabic. If you speak in English, then keep in English. أحب أن أقول أن الذين يستمعون إلى مالكوم الآن سيتحدث باللغة الإنجليزية ويريدون أن يستمعون له باللغة العربية أن يضغطوا على الزر الدائرة في يمين الصفحة ويضغطوا على الفرنسي French حتى يسمعوا الترجمة باللغة العربية. Thank you, Malcolm. Please, you have the floor. Thank you very much, Roseanne. Thank you for that warm welcome. Much appreciated. And also thank you for inviting me today and bringing us together online to discuss this important event. I'm very honored to be with this eminent panel that you've put together. I'd like to say that as we are all too well aware, US-led imperialism and the forces of repression and reaction are stepping up their offensive globally. The Israeli Zionist regime with the latest annexation plan of the Jordan Valley is a prime example. The COVID-19 pandemic has exposed the aggressive and reactionary nature of imperialism and the reactionary regimes who fall under its sway. But it has also exposed the imperialist system's weaknesses and failings. These were previously laid bare in the serious economic crisis that started in 2008, 2009, and the ongoing climate crisis. And while the US remains extremely dangerous, it is, after all, a superpower that is in strategic decline and is no longer the only imperialist power on the block. So we have entered a period of rapid change, a period of revolutionary potential, a period of very serious dangers, but at the same time, a period of limitless possibilities if the people of the world can and do seize the moment. From the US to Kenya to the Philippines and many other places, we have seen the forces of revolution, resistance, and progress step up their organizing, protests, and construction of progressive and revolutionary alternatives, often at great cost and sacrifice. And of course, one of the most important centers of resistance and confrontation with imperialism is Palestine and the courageous Palestinian people. The struggles and the victories of the Palestinian people, because they strike at the heart of one of US imperialism's most aggressive and dangerous creations, the Zionist Project, help weaken the main imperialist enemy of all the world's people. It's no surprise that with the expansionist neo-fascist Israeli state at its core, West Asia or the Middle East has been the site of so many imperialist-led wars and regime change aggressions over the past few decades, including Iran, Syria, Libya, and beyond. Since its creation 2 decades ago, the organization I represent, the International League of People's Struggle, has stood in steadfast and militant solidarity with the Palestinian people. Now present in over 40 countries and territories, and with over 400 mass organizations as members, the League uses its combined strength of hundreds of thousands of workers, peasants, students, women, teachers, indigenous peoples, peace advocates, and other concerned citizens and activists. They join together with the Palestinian people in Gaza and the West Bank, inside the occupation borders of the Israeli state, in exile and diaspora, in the prisons and the refugee camps, in demanding an end to the annexation and occupation,
justice for the crimes against humanity, and in calling for freedom for Palestine from the river to the sea. The ILPS is presently mobilizing its ranks globally to oppose Israel's attempt to seize of 1/3 of the West Bank and Palestine's fertile food basket in the Jordan Valley, which we've just heard so much about in the excellent presentations. Personally, I feel very close to the Palestinian struggle. I now live in Montreal, Canada, where our smiling imperialist, Prime Minister Justin Trudeau and his Liberal Party have been one of the Zionist Project's most reliable backers. I was born in the United Kingdom, one of the primary imperialist forces behind the creation of the apartheid Zionist entity. I was born the same year that the Nakba occurred, that terrible forced eviction of the Palestinian people from their homeland. I thus know only too well how long the injustice and the campaign of terror against millions of Palestinian people has been underway. And I have every intention of celebrating the liberation of Palestine in my lifetime, if there's anything I can do about it. I was very moved when I had the chance to look across the border into occupied Palestine from southern Lebanon in 2018. As Razan mentioned, I was part of an official ILPS delegation attending a conference on the right to return that was held at a site just south of Beirut. A few weeks later, the weekly marches to the border got underway in Gaza, with thousands of brave Palestinians marching for months, despite live Israeli fire and hundreds killed and maimed, to prove that they have the right to return to Palestine, and they have the fortitude and spirit to enable them to achieve it, no matter how difficult it may be and no matter how long it may take. The International League of People's Struggle fully supports the justness of the Palestinian people's right to wage all forms of resistance to the unlawful Israeli occupation of Palestinian lands and the colonization of Palestine. The ILPS demands the immediate release of all Palestinian prisoners. It demands an end to the occupation and the siege on Gaza. It demands the dismantlement of the Israeli system of apartheid and the right to return for all Palestinian refugees and their descendants. The Palestinian struggle for liberation is not just a part of the growing international struggle against US-led imperialism. It is a glowing symbol of resistance, steadfastness, and the long march to liberation. From the river to the sea, Palestine will be free. Long live international solidarity. Thank you for your attention. Thank you so much, Malcolm, for this very warm address to us. As I said to my other friends and colleague speakers, you mentioned that one of the most important centers of resistance against imperialism is taking place in Palestine. So my question, how could ILPS support this resistance in a stronger, more institutionalized, with a strategy that can give this struggle or this resistance endurance and success? This will be my also question for you for the second round. Now we come to our dear symbol of freedom, Mandla Mandela. We are very we are very honored to have you, Chief. We remember with lots of love and warmth your attending our General Assembly meeting in Jordan to support Palestine and the Palestinian agriculture.
where we you planted trees in Palestine for the Palestinian farmers, and you were part of our million tree one of the most important supporters of our million tree campaign project in Palestine, which planted already around 2.5 million trees all over Palestine. We are so honored and happy to have you today with us. Chief Mandla Mandela is the traditional leader of Mvezo Kamkulu, the great place. He is the grandson of former President Nelson Mandela. He holds a degree and a postgraduate diploma in political science and international studies from Rhodes University. He is a member of parliament by the African National Congress following elections in three times, 2009, 2014, and 2019, under the sixth administration of the National Assembly. He is the current chairperson of the Portfolio Committee on Agriculture, Land Reform, and Rural Development. We are very eager to listen to you, Chief, our friend and brother. Thank you, my respected sister Razan, for the invitation. I still have warm memories from my trip to Jordan and Palestine on your invitation. I wear with pride Olive for Life, the bracelet that I was given on that trip. Fellow panelists, participants from all over the world, ladies and gentlemen, I greet you in the universal greetings of peace. Assalamu alaikum. May the peace and blessings of God Almighty be with you all in these difficult times. I bring revolutionary greetings from your sisters and brothers in the struggle for a free Palestine in South Africa and the African continent in its entirety. We live in the hope that, like a seedling in the ground, we shall emerge from the darkness and greet each other one day in a free Palestine. Or if I may borrow a phrase from my grandfather, President Nelson Rolihlahla Mandela's life, when he said, I quote, "It is a goal for which I live for and strive to achieve. And if needs be, it is a goal for which I am prepared to die," close quote. It is indeed an extreme honor for me to participate in this virtual meeting of the hearts and minds on a subject so close to our beings and a reality so painful that words barely can describe. It is the story of every stone that has become a settler's house, every olive tree uprooted from the valley, every plantation razed to the ground, every drop of water diverted from the parched lips of Palestinian children, and every well filled with rubble to erase the possibility of life and living. However, no matter how impossible and intractable the current situation may seem, the pendulum of justice always returns to restore balance and the natural order of things. In the face of this attempt at annexation of Palestinians' food basket, the colonizers have military might. The support of the USA and its friends in the East and in the West, we have the weight of justice, a global network of human solidarity, and an unfailing hope in the future, a hope which sustained us as South Africans on our own 350 years of struggle for justice in our land of birth. Not unlike your own experience, our land became a refreshment station that fueled the colonial expansion project. Eventually, they drove our people into exile and the majority of Black people onto 13% of land. What was then called the Bantustan's homelands
much like the Palestine refugee camps you have in Jordan today. As with all colonization project, it is always accompanied by an insatiable appetite for expansion, dispossession, and looting on a grand scale. The culmination of that greed perpetuated under the Zionist myth of a people without land, for a land without people, has seen 7 decades of grand theft, plundering in the full glory of daylight and in full view of the world and the custodians of global peace. We have choices to make today, comrades and sisters and brothers in arms. Resist or capitulate, for they still harbor the dream of a greater Israel. Today, they have set their sights on the Jordan Valley, and tomorrow it will be on Jordan, Lebanon, and Syria, and who knows what else. We must be swift in our response and in mobilizing the broader networks of human solidarity so that the grand scheme of Trump and Netanyahu, as envisioned in the hoax of the century, is stopped in its tracks. I only have one message for you in the face of this evil attempt. It will not be sufficient for them to colonize Palestine's breadbasket. Their ultimate aim is to snuff out the very notion of Palestine out of existence. Comrades and friends, the message I have for you today was delivered nearly 40 years ago while addressing the Afro-Arab Solidarity Conference in Luanda, Angola, on the 6th of December, 1981, when the then ANC president, Oliver Reginald Tambo, reminded us that, I quote, "Our destinies lie together, however difficult it may be. The conference has the responsibility to ensure that in future, when the people of Palestine are under attack, those of South Africans do not stand idle by," close quote. I assure you, my brothers and sisters in Palestine, and those that are living in exile, we assure you, we shall not stand by idly. As you contemplate the implications of the annexation of Palestine's food basket, let me share with you what colonization bequeathed us in South Africa. Apartheid colonialism bequeathed us a deep-rooted legacy of inequality, land hunger, rural underdevelopment, and urban slums, characterized by the breakdown of social cohesion, social dysfunction, and crime, drugs, poverty, high level of illiteracy, and unimaginable levels of unemployment, especially amongst youth. I have no doubt that some of these issues are already confronting our sisters and brothers in Palestinian diaspora, especially those who are forced to dwell in the squalid conditions prevailing in refugee camps and similar spaces. I am reminded today of a quote from the publication of Edward Said, which is entitled "Postcolonialism and Palestine's Contested Spaces," in which Professor Tarhi Hamdi writes, and I quote, "The contestation of space in Palestine is first and foremost geographically and political, but it is also ideological and theoretical. And this has been played out in full force and variety in the literature and everyday life of Palestine," close quote. There can be no truer measure in this than understanding the implications of colonizing Palestinians' food basket for the very existence of Palestinians and the contestations for their right to life and existence. We must demand an end to this madness and fight for justice for our Palestinian sisters and brothers and the right to exist peacefully
in the land of their birth. We must demand of the United Nations to take a leaf from the South African struggle against apartheid states and ensure a just and fair dispensation for the Palestinians. My grandfather, President Mandela, refused to renounce the armed struggle in the face of continued atrocities and brutalities by the apartheid state. He was principled in his position that justice was a prerequisite for peace, and that a negotiated settlement can only become a reality when all political prisoners are free, when all exiles are allowed to return to the place of their birth, and when all political parties are unbanned. Today, we face a different challenge in Palestine, in which the world has allowed apartheid Israel free reign. 7 decades of dispossession, ethnic cleansing, genocide, and crime against humanity has gone unpunished and hasn't deterred her from her rapacious capacity for plunder, theft, and meting out suffering and all conceivable forms of indignity. After decades of UN resolutions condemning the expansion of illegal apartheid settlements on Palestinian land, we have reached a zero-sum game in which apartheid Israel's land grabs continues unabated. For this reason, Madiba described it as the greatest moral issue of our time. We must mobilize all allies that supported us in the struggle against apartheid South Africa's racist regime, and all who value freedom, justice, human rights, and dignity for all. We must all unite and put an end to the injustices meted out to the Palestinians. We must be equally relentless in our quest to mobilize the largest cross-section of people in support of this noble cause. We must mobilize the unions, the diplomatic community, NGOs and NGO coalitions, churches, mosques, synagogues, temples, and other religious or faith-based movements and associations. We must mobilize workers, students, academics, and various sectoral formations. We must not surrender to apartheid Israel's machinations to wipe historic Palestine from the map. We call on the South African government and President Cyril Ramaphosa in particular to use our position as the chair of the African Union and its membership of the UN Security Council to exert pressure and mobilize all and sundry to stop this illegal annexation of the West Bank and the Jordan Valley. We must seize the moment to mobilize a global network of human solidarity never before witnessed in human history. We do so knowing that the prevailing imbalance in global power continues to impoverish the poor, destitute, and dispossessed. We are no longer content to be the wretched of the earth and the fodder that feeds the greed of power-hungry oligarchies. We are no longer content to stand by as people of Palestine, Western Sahara, Kashmir, Syria, Yemen, Myanmar, and countless others in Latin America and the world suffer indignity and crimes against humanity. To do so will be less than human and render ourselves complicit in their suffering. Let us today, comrades, brothers and sisters, unite our efforts and build a formidable network and human solidarity. This is our only hope to stop the annexation of Palestinian land. This is our only hope for holding the perpetrators of this immense injustice against the Palestinians to account.
as Mahmoud Darwish said, we have hope and we have the future. I thank you. Thank you so much. Shukran jazilan. Thank you so much, Chief. In your speech, you have given us so many ideas and recommendations and lessons learned. My question to you will be, we all know that one major weakness of the Palestinians is the division between them. Could Chief Mandla Mandela, as a symbol of freedom and respected by all parties, be a head of a mediation group that will convince Palestinians to come together to face the danger of the Zionism and the occupation? Is this possible from this platform to ask you to be a mediator in that respect? So leave you, Mandela, to think about this question, and I will come to open the debate for 10 minutes because we have to come back to you also for your reflections, final reflections. Most of the questions we got is about the way forward. And this way you will, my dear guests, you will answer with your new interventions. Maybe we can start by the question about the remedies of food sovereignty. And we have a question maybe to Dr. Abdel Ghani about what remedies to be taken to save the food security and food sovereignty in Palestine. Dr. Abdel Ghani. أنا بمسموع صوتي؟ نعم. أنا برأيي. تفضل. أنا. دكتور عبد الغني، أنا بدي أقترح اقتراح. إذا بتجاوب على هذا السؤال وبتعطي ملاحظاتك يعني الختامية بهذا اللقاء. حتى ما نرجع كمان مرة ويروح علينا الوقت، فأنا سأعطيك الدقائق الخمسة لتجيب على هذا السؤال وتجيب على سؤالنا الأساسي أيضا. شكرا جزيلا. طيب، هلا بالنسبة للسيادة الغذائية والأمن الغذائي في فلسطين، يعني لا يمكن تحقيق هذا الملف الحساس بوجود الاحتلال. فعلى المستوى السياسي يجب العمل في المحافل الدولية، على المستوى الشعبي والمؤسسات والأهلي المحلي في داخل فلسطين باعتقادي يجب القيام بمبادرات في منطقة الأغوار وفرض الأمر الواقع. وأما بالنسبة لدور الإغاثة الزراعية في منطقة الأغوار، أصلاً الإغاثة الزراعية كما تعلمون هي ولدت من رحم الأغوار، تأسست في سنة 1983 من مجموعة من المهندسين زراعيين متطوعين، وتمأسست المؤسسة فيما بعد. أيضا حاليا الإغاثة الزراعية يوجد لديها مركز تدريب للمهندسين الزراعيين حديثي التخرج، وقد قامت لغاية الآن لمدة 8 شهور، طبعا سنوي، وقد قامت لغاية الآن بتدريب وتخريج ما يقارب 1300 مهندس. بالنسبة للمشاريع اللي بتقوم فيها الإغاثة وجزء منها في الأغوار، الإغاثة قامت بشق ما يقارب 3500 كيلومتر طرق زراعية، قامت باستصلاح وتأهيل ما يقارب 110,000 من الظلمات الزراعية، جزء كبير منها في الأغوار، قامت بإنشاء 7,000 بئر زراعي لجمع مياه الأمطار لدعم صمود المزارعين، وقامت أيضا بمد أو بعمل 400 كيلومتر من الخطوط الناقلة للمياه ودعم المزارعين في أرض اسمها الساكوت في الأغوار.
مساحتها حوالي قرابة 5000 ضلم، كانت مغلقة من قبل الاحتلال لمدة 40 عام. هلا انفتحت الإغاثة الزراعية، بادرت وعملت مشروع لمدة 3 سنوات وقامت بمد خطوط ناقلة هناك. طبعاً مشكورة العربية لحماية الطبيعة إنها كانت في أحد السنوات هي الممول لهذا المشروع. حالياً إحنا عندنا مخفيش عليكم يعني في دراسة تجري الآن من قبل الإغاثة الزراعية في منطقة الأغوار لتحديد الاحتياجات للمزارعين ودعم صمودهم، وقريباً إن شاء الله ستكون هذه الدراسة جاهزة بكافة احتياجاتها ويمكن تعميمها على الآخرين. أنا باعتقادي يعني وآخر رسالة اللي بدي أوصلها إن إحنا كمؤسسات على المستوى المحلي في فلسطين يجب أن نقلل من الحديث ونكثر من العمل. دقت ساعة العمل الآن في الأغوار. إذا إحنا ما استبقنا الأحداث، وفرضنا إشي على الواقع وعملنا مشاريع تدعم صمود المزارعين هناك حتى ما يتهجروا، إحنا بنكون طبعاً رايحين نخسر منطقة الأغوار بسهولة. والقضية الأخرى، لا سيادة غذائية في فلسطين، بركز عليها، لا سيادة غذائية في فلسطين بدون منطقة الأغوار وهي السلة الغذائية الفلسطينية ومستقبل الدولة الفلسطينية. لا سيادة غذائية بدون إدارة والتحكم والتصرف بمواردنا الطبيعية اللي هي الأرض والمياه، لأن الزراعة أو التنمية الزراعية أو التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل لا يمكن تطويرها بدون السيطرة على الموارد الحيوية والطبيعية. وشكرا للجميع، وآمل أن أكون أجبت على الأسئلة. شكرا جزيلا أستاذ عبد الغني، مهم جدا ما تفعلونه، وهذا ينقلني إلى الأستاذ فتحي خضيرات. أستاذ فتحي، من هناك سؤال وردنا هنا، كيف يمكن تعزيز صمود سكان منطقة الأغوار خصوصا من البدو، ولك خبرة في هذا، وممكن أيضا أن تختم بأفكار حول رؤيتك من تجربتك، خاصة أنك الآن في أوروبا تراكم التعاون مع المجتمع المدني هناك، ما هي نصيحتكم في هذا المجال؟ تفضل. أستاذ فتحي مش عم نسمعك. أستاذ فتحي، أستاذ فتحي بدك تشيل الميوت، أنت فيك تشيلي الآن أوكي. الآن الصوت مسموع، يعني البدو فتحي البدو. أنا سمعت السؤال، يعني البدو يعني هي أحد أشكال الحياة التي هددت وجودها، أو خلينا نقول يعني هدمت وجودها سلطات الاحتلال في منطقة الأغوار. ليس البدو، هناك مجتمعات اختفت، مثل مجتمع البكارة الذي كان يعيش بجوار نهر الأردن أو في منطقة الجتاير. يعني إحنا حتى نعرف المشكلة وأساس المشكلة ومصدر المشكلة، يعني حتى نعرف حلها لازم نعرف أساسها ومصدرها. خلينا نشوف إحنا على الجانب الإسرائيلي أو مين اللي بيحمل الملف في الأغوار، ونشوف إحنا مين اللي بيحاول يحكي عن الأغوار، لأنه ما أعتقدش في حدا بيقول عن حاله إني أنا يعني عندي ملف في الأغوار وأنا بقول أنا عندي خطة. الإسرائيليين عندهم خطة، مش خطة، خطط. يعني إذا كانت جولدا مير عندها خطة، بعدين أجا موشي ديان كان عنده خطة وإعطاء مزيد من يعني الصلاحيات لشخصيات نافذة في الأغوار للسيطرة على الأمن والاقتصاد وإلى آخره. بعدين في السبعينات أجد عندنا خطة ألون اللي هي يعني
جسدوها بطريق عابر للأغوار يفصل الأغوار عن السفوح الشرقية لوادي الأردن. بعدين أجى عندنا خطط كثيرة، خطة شارون اللي هي سلم خرائطها للارتباط الفلسطيني أو للجانب الفلسطيني، وهي تعزل أكثر من الأغوار، حتى تعزل المرتفعات الغربية لوادي الأردن، تبدأ من مرتفعات جلبون أو ما يسمى بمعالي جلبوع وجبل السلمة شرق طوباس، وتنتهي بزعترة عند القدس الشرقية رام الله. عندهم خطط كثيرة. بعد شارون أجى نتنياهو، نتنياهو عنده شنتي أعتقد فيها الخطة، مش خطة واحدة. آخرها كان يعني ما يعني 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 ما استمزجوا آرائهم مع الأمريكان بخطة كثير الاقتصادية، وخطة كثير الاقتصادية سلمت للجانب العربي لتمويلها، وسلمت حتى للجانب الفلسطيني الرسمي، خطة براغ أو اجتماع براغ اللي قادوا كيري، وبعدين كان هناك اجتماعات العقبة وإلى آخره. إسرائيل عندها خطط يعني، وانتهينا إحنا يعني خطة كيري يعني إحنا كان عندنا خطط اقتصادية عسكرية سيطرة أمنية إلى آخره، بعدين جينا على خطة كيري الاقتصادية وانتهينا بصفقة، يعني بدأنا بخطط وانتهينا بالصفقة، يعني بيع شراء، يعني خذ أنت مال، خذ شيء أنت مقابل هذا الشيء. خلينا نشوف إحنا أحد المشاريع فقط ندرس، يعني مشروع أو مشروعين إسرائيل يعني حاملتهم منذ قيام إسرائيل، مثلا مشروع البحر الأحمر البحر الميت فقط، يعني مثال مشروع البحر الأحمر البحر الميت هو تمويل عالمي مش إسرائيلي، تمويل عالمي. وبالمناسبة يعني أنا بحب أقول للمشارك معنا من كندا ماكلوم انه كندا هي احد اكبر الممولين لهذا المشروع، واذا بدكم تعمل سولداريتي مع فلسطين يتفضلوا نعمل سولداريتي ضد مشروع قناه البحر الاحمر البحر الميت. هذا المشروع مثلا هذا مشروع اسرائيل بتفكر انها تشتري 40 مليون متر او تنتج 40 مليون متر مكعب من المياه العذبه لما المياه تنزل بانحدار 400 متر من البحر الاحمر البحر الميت. طبعا بدها تغرق اول شيء بحدود ال 100 كيلو متر مربع من الاراضي الزراعيه، ثانيا بدها هي تعمل يعني تبريد لمفاعل ديمونا على الطريق، ثالثا بدها تهجر كل البدو اللي على الطريق، رابعا هي تجلها في الاراضي الاردنيه، خامسا ممكن هم يعملوا قناه من هذه القناه البحر الاحمر البحر الميت تدفع قطاع غزه عن منطقه الخليل، خامساً بدهم ينتجوا 40 مليون متر مكعب مية، بدهم يبيعوا 33 مليون متر مكعب منها للفلسطينيين. يعني مشروع تجاري، العالم بمول مشاريع تحكم قبضة إسرائيل الاقتصادية على الفلسطينيين. هذا أول مشروع، هذا المشروع بيكون مصبه في الغور. ليش إحنا بدنا نجيب المشروع؟ لأن إسرائيل أقامت مشاريع استنزفت البحر الميت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مين اللي بيشتري هذه المنتجات؟ بيشتري هذه المنتجات السوق العالمي. يعني شركة أهفا هي أحد الشركات العملاقة الإسرائيلية اللي بتصدر الكوزمتكس، يعني الناس بدهم مشان يتزينوا بدهم حالهم في الطين تبعنا اللي أخذ على حساب كرامتنا إحنا الفلسطينيين. هذه أحد يعني أحد الأمثلة. أمثلة أخرى الأغوار، إحنا بنحكي عن الأغوار والزراعة، إحنا ما عندناش مشكلة بالغذاء الفلسطينيين، الأغوار تحديدا إحنا كأكل غذاء ما عندناش مشكلة، إحنا عندنا مشكلة في المي وتوزيع المي. التوزيع من قبل الاحتلال، اولا اسرائيل تستخدم المياه كسلاح فعال ضد الوجود الفلسطيني، ثانيا احنا عندنا مشكله في الابار الخاصه والمشاريع الخاصه، وهون احنا بندخل على خطوط حمر، يعني متاسف اني اقول احنا بندخل على خطوط حمر اللي هو توزيع المشاريع خلينا نقول او هدر المشاريع والتمويل اللي بيجي للأغوار. يعني احنا اوكي يعني احنا عندنا مشروع جايكا الياباني اللي نفذ من 1996 ل 2006 $100 مليون. عارف شو 100 مليون دولار؟ مش مليون، مش 10، مش 20، 100 مليون دولار مشروع جايكا. عدد سكان الأغوار 60، تعال تنقسم ال 100 مليون على 60 ألف مواطن، قديش بيطلع لكل مواطن يا جماعه؟ وين راح المشروع؟ مش موجود. مشروع أنا وقعته من اليونسكو منظمة الأمم المتحدة، هذا الصورة أنا حطيتها خصوصي خلفي، تفضلوا شوفوها. هذا مشروع قيمته $1,400,000 لإعادة ترميم بيوت الفلسطينيين بطريقة بيئية في الأغوار، تبخر المشروع راح على منطقة ألف. تعالوا إحنا نشوف اليو أس إيد في العشر سنوات الأخيرة كم 100 مليون. نحن نحكي عن ملايين، نحكيش عن عشرات ألاف، نحكيش عن مليون شجرة كل شجرة حقها
يورو ونص او دولار ونص، بنحكي عن ملايين، وين راحت؟ تعالوا نحكي احنا على المشاريع، خطوط المياه اللي بتمد في الاغوار، هل هي تمد للناس للساكنين ولا هي تمد للشركات؟ ها، لما بنقول شركات احنا يعني لما بنتعامل مع قضايا وطنيه، حطوا حسن النوايا على جنب. حسن النوايا، انا بدي اقول لكم، انا من بردله، بردله اكبر سهل زراعي فصل امام بردله اسمه الكبانيه، الكبانيه 52 الف دنم، اسرائيل اخذت 52 الف دنم في اتفاقيه تعديل الحدود 1952، اخذتهم لانه في حدا اقطاعي باع جزء من هذه الاراضي، هم اخذوا اللي باع، اللي انباع واللي ما انباعش. فاحنا لما احنا بنقول انه الشركات الاقليميه بدات تنشط في منطقة الأغوار، والـ NGOs يدعم هذه الشركات، أو الـ ما يسمى بدعم الوجود الفلسطيني، هذا مش صحيح، مش صحيح أبداً. التاجر تاجر، التاجر تاجر اليوم وتاجر بكرة، وإذا وقفوه على الحاجز وإذا أخذوا منه الـ VIP ببيع أمه وأبوه، مش بس ببيع فلسطين، ببيع الجب اللي راكبه. ما علينا، يعني بداش نفوت إحنا أكثر من هيك. إحنا بنقول إنه من أجل تعزيز صمود السكان الفلسطينيين، مش بس البدو، البدو هم الأقلية المطلقة في منطقة الأغوار، تعزيز الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة، التوزيع العادل الحقيقي المنطقي. يعني تعالوا إحنا كل المؤسسات الفلسطينية دون استثناء كلها تأخذ مشاريع للأغوار، أين تصرف هذه؟ قديش نسبة الأدمينستريتيف اللي بيصرفوها؟ قديش نسبة المصاريف الإدارية لهذه المشاريع في رام الله؟ هذا سؤال يعني لأخي عبد الغني ولا لكل المؤسسات. أنا عملت في المؤسسات وأنا بعرف قديش هذه المؤسسات تصرف على الحالة الإدارية في الأغوار وخارج الأغوار، قديش هذه المؤسسات، قديش من حجم هذا، من الحجم المالي لهذه المشاريع يذهب فعليا لسكان الأغوار، لناس ساكنين في الأغوار. هذه يعني نتهم نفسنا، أنا أعتبر حالي جزء من القطاع الأهلي الفلسطيني، وأنا بتهم حالي، وإحنا بنقول إنه في تقصير. وإذا إحنا الآن أمام حالي، ما بنقدر نكذب لا على الأجانب ولا على العرب ولا على أنفسنا، إحنا أمام خطة إسرائيلية بيحملها رئيس الوزراء نتنياهو. توحدت الأحزاب الإسرائيلية جميعاً، يعني اللي يعني القائمة العربية المشتركة كانوا يحلموا إنه يعني إحنا فسخنا وإحنا فوضنا وإحنا رفعنا توصية وإحنا نزلنا، هم نتنياهو كان بيحمل مشروع واحد، مشروع الأغوار، لأنه القدس أوريدي اتخذوا فيها قرار. القدس يعني يعني ثلثين أعضاء الكنيسة الإسرائيلية بيسكنوا في القدس، وأعضاء الحكومة يعني هم الآن اللي بده يعلن وطنيته من الساس الإسرائيليين بروح بيسكن في مستوطني، والآن اللي بده يعلن ولاءه لإسرائيل الكبرى بروح بيسكن في الغور. يعني خلينا ما يعني ما يعني ما تصدقوش أنتم خطة الضم اللي نتنياهو بقول 60 و70 تجمع قروي، هذا 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 حكي فاضي، هذا حكي فاضي، رجع الجدار 200 متر ورجع 30 متر واحنا هدينا، مش هذا كله هذا يعني فقط للاستهلاك الاعلامي، يعني مش مشاريع. يعني هذه بنفاوض احنا على 5 قرى في منطقه قلقيلية وقريتين في طول كرم وعند هون وعند هناك، بس بدنا نعطيكم ام الفحم، خذوا هنا دول بنعطيكم ام الفحم فوقين، بس الاغوار ما فيش حكي عليها. ليش؟ لانه هم اصلا نجحوا في منطقه الاغوار. إحنا الآن ماذا علينا كسلطة فلسطينية؟ ماذا علينا كمؤسسات أهلية؟ ماذا علينا إحنا كلجان شعبية وكمتضامنين دوليين؟ كثير ممكن نعمل؟ نعم ممكن نعمل كثير. يعني السلطة الفلسطينية مثلا، ليش يعني المزارع الفلسطيني في الأغوار بدفع ضريبة؟ ليش مش محفل من الضريبة؟ أنا أذكر أنه أول وزارة شكلت بعد قدوم السلطة الفلسطينية كان أبو زيد النشاشبي، كان رحنا عليه وكانت الإغاثة الزراعية معنا واتحاد المزارعين وإلى آخره، قلنا له يا أخ أبو زهدي يعني ليش إحنا ندفع ضريبة؟ طب ما هاي المستوطن اللي قاعد أراضي ما بدفعش ضريبة. قال والله حق. وبعديها أجت الوزارة الفلانية وأجى الوزير الفلاني، وأنا يعني قصص كثيرة. وما زال المزارع الفلسطيني حتى الآن لا يسترد الضريبة. يعني حقه يا جماعة، هذا مش راتب، هذا مش راتب مقطوع، لانه في عليه فيتو من اللجنه الامنيه ولا من مش عارف من وين، موقعين اتفاق احنا اوكي والله انا على راسي، لكن هذا حقه، هذا اقتطاع من اموال الناس وضعت في خزينه، ليش ما تعطوهم اياها مشان تساعدوهم على الصمود؟ ليش مثلا وزاره الزراعه الفلسطينيه فيها 500 عقد عمالي يومي، هذول غير الموظفين الرسميين، يا اخي اعطوا ثلثهم للاغوار، خلي عندك
20 تجمع سكاني في الأغوار، خليهم هذول الناس يصمدوا وعطوا المزارعين يعني المؤسسات الأهلية كما قلت بدها يعني يعني الأغوار مش 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 مقصد بندورة والله، ولا احنا نعمل مصنع بذور بيئية مشان احنا لا، الأغوار أكبر مستهلك، أكبر مستهلك على الإطلاق للمنتجات الكيميائية الزراعية الإسرائيلية التي تعتبر في مصاف الدخل الأول لإسرائيل من تصديرها للعالم. إحنا في الأغوار محط التجارب، إسرائيل تقوم بتجارب مجانية، الشركات الإسرائيلية، الشركات الإسرائيلية تعتبر الأغوار يعني عبارة عن نيرسري، يعني يعني حاضنة للتجارب، للتجارب الأدوية البذور مجانية. بالمقابل ما المقابل؟ يعني عندنا قرية فلسطينية مثل عين البيضاء مثلاً، تيجي الشركة الإسرائيلية بتبيع المزارع الفلسطيني أدوية وأسمدة عبر الوسيط أو مباشرة، وهو بجربها في نفسه بتنجح أو لا تنجح وبتأخذ نتيجة وبتيجي بتصور وبتتابع كل سنة. بالمقابل المستعمرة لجنبها جل عملهم يعني جزء مهم من دخل المستعمرين في تلك المنطقة إنهم يعملوا بايلوت بروجكت، تجارب لشركات إسرائيلية وعالمية، ودخلهم يعني المزارع يعني بزرع دينهم مثلاً من أي صنف من البندورة أو الفلفل أو العنب أو إلى آخره أو المانجو أو مشان يجربوا للبيئة وإلى آخره، أو مشان يجرب الشركة نوع من الأدوية عليه أو البذورات عليه، هو يعتبر مصدر دخل حقيقي. يعني بيعطوه راتب، بيعطوه بذورات مجاناً، بيدفعوا عنه ثمن المياه، بيدفعوا عنه كل شيء. بالمقابل شوف إحنا شو بصير عنا، المستعمرات كلها تقريبا يعني كل مزارع عنده يعني الملكية أو الزرعة الخاصة فيه، وعندهم خط الأمان الخلفي الزرعة الجماعية، يعني بياض الحمضيات أو النخيل المشترك للجميع، يعني إذا هو صار عنده مشكلة عنده سبورت، يعني عنده الجمعية تدعمه. الشركات التسويقية، كراميل أجريسكو هي أحد الشركات الإبداعية الأولى يعني نقول في التسويق مشان ما نكذبش على بعضنا، التي دعمت الاستيطان وتحديدا في الأغوار. وين الشركات اللي عندنا احنا؟ وين المنظمات الأهلية؟ وين وين التسويق؟ أستاذ فتحي تفضلي. أستاذ فتحي عم تحكي بألم كبير، نحن جميعا نشاركك هذا الألم، يعني مش قادر أقاطعك لأنه عم تحكي في لب الموضوع، عم تحكي بالحلول. أنا بدي أقول لك أنه لازم ينعمل لجنة محاسبة، لجنة محاسبة، لأنه من حديثك ومن حديث الأخ عبد الغني إحنا مسؤولين كفلسطينيين عن جزء كبير كبير من مأساتنا. فأنا مع أنه ينحضر يعني يكون في حركة للمحاسبة في داخل الفلسطيني. أنا يعني مضطرة أنه أنا متأسف أقاطعك، أنا بدي أقول لك إحنا خلينا يعني نقول إحنا لازم نعمل حركة للمسامحة، خلينا نسامح بعض بدنا نبدأ من جديد. لا مش مسامحة، محاسبة. إحنا لازم نحاسب بعض، ما بيصير نقدر لهم مش يعني تغولوا أكثر ما يعني مش بس غيتان وتغولوا، يعني خلينا نسامحهم أحسن. أستاذ فتحي التاريخ مش رح يرحمنا كفلسطينيين، ولازم يكون في محاسبة للي ماسكين الزمام الأمور، وعلى الإهمال الفظيع اللي صار، وعلى ردود الفعل الدائما متأخرة وغياب الاستراتيجيات والفساد وكل هذه الأنواع. ويجب أن برأي المجتمع الشعب الفلسطيني اللي بيقدم كل هالتضحيات أن لا يسمح بهكذا تسيب، وهذا نوع من الإجرام برأيي. أنا بدي أعطي كم دقيقة للأستاذ مالكوم، وحتى كمان نعطي كم دقيقة لأستاذ مندلا، حتى أعطي أنا ختام بسيط ونعطي فيما بعد الكلمة ثلاث دقائق للأستاذة سيلفيا التي ترأس كرئيس مشارك للتحالف العالمي للسيادة على الغذاء ومن أكبر داعمين الفلسطينيين. فإذا مستر مالكوم، we would like to give you 3 minutes please to just give us some yes, hints or ideas. You. What can ILPS do to support the Palestinian resistance?
Thank you, Razan. Yes, I really appreciate the passion and energy of the previous speakers. There is much to be done, so I will take a couple of minutes here. I have two or three suggestions. Of course, we have to expand on these and think about them, but in the International League of People Struggle, but I think of those of us in the outside of Palestine, what is our role? You know, both in the ILPS and as citizens of the countries where we live, it's extremely important. And our support for the Palestinian struggle, as I pointed out in my short intervention before, because it is a key struggle. It strikes at the heart of US-led imperialism. And so therefore, it has to be one of the key struggles we support. I really would like to echo the suggestions of Chief Mandela, who's made some excellent suggestions, so I won't go over those again. Saved me some time, but the diplomatic and the people-based resistance that we have to do, and also his call to build the same kind of resistance to the Zionist entity that was built around the struggle in South Africa, which I spent many years not drinking any South African wine to support. I also would like to say in that light that there is the boycott, divestment, and sanctions campaign that many of us in our countries are supporting, and that is one means in order to do that. I'd like to expand a little because I think the Palestinian people will look after their struggle internally, and we will support that with all of our might. But what we can also do is we will support the struggles that are underway in all the other countries around the world, because I think that is the key. The key is we need to strike at imperialism in many places, and that will weaken it. And that is the idea of the International League of People's Struggle, is to support all of those struggles simultaneously. Because at the moment, as mentioned in my intervention, imperialism, especially with COVID, is under pressure. It's overstretched. It's been economically impacted, and its plan of imperialist globalization has been put seriously into question. So it's going to try to fix that in a pro-imperialist way. And so all of our struggles to resist that will be extremely important over the next period. And they will assist the Palestinian people's struggle by weakening imperialism at its core. I think we also have to particularly support those in countries where there's repression besides Palestine, and that goes for the US, where there's a huge movement of Black Lives Matter, which is part of the struggle underway there, in Brazil, where the Bolsonaro government is attacking the indigenous, it's attacking the Amazon, et cetera. Viktor Horvat in Hungary, Narendra Modi in India, Rodrigo Duterte in the Philippines, all of these struggles, because they are against extremely reactionary regimes, are important at the moment, and our full support for those will help to draw imperialism away, to overstretch it, and to allow breakthroughs, and hopefully that one of those breakthroughs soon will be in Palestine. I would also like to say that, as Mr. Fathi mentioned, it's also important for us, like in Canada, to put pressure on our own governments, and we promise to do that. We're already doing that. And I know that many other people around the globe are doing the same thing, from Indonesia to South Africa to Latin America to Argentina and elsewhere. So that's going to be extremely important. And I know that the Canadian regime is one of those who, hiding behind a kind of a friendly face of imperialism, has been very supportive of the Netanyahu regime. And so we have a particularly important job here in Canada to expose the role of Canada globally, and to put pressure on the government to change its policies towards Palestine, towards the Zionist entity of Israel, and also put pressure on them to change their policies towards Venezuela and many other countries. And I would like to say that, there is despite all of their differences, the imperialists are
united on one thing. They want to exploit and oppress the people of the world. So we have to really build the biggest anti-imperialist united front possible. And Chief Mandela has given some pointers in how we can do that. So I think that's what we're trying to do with the International League of People's Struggle, is to bring as many people as we can together. We may not agree on everything, but we resist a narrowness of vision and sectarianism to achieve our aims. And we agree on most points, if not all, so that we can unite, and we'll keep the discussion going on some points of debate and disagreement. So there's a few ideas on the table, and I look forward to discussing them and listening to other people's interventions now and in the future. There are many more discussions to have on this issue. Thank you, Razan. Thank you so much. Extremely important. We will try to download all these ideas and to distribute them among our constituencies. I would like to give now the floor for Chief Mandla to give us concluding remarks about his ideas and my suggestion to be a mediator between the Palestinians. Please go ahead, Chief. Thank you, Razan. My grandfather in 1995 visited Gaza and had this to say to the Palestinian people, and I quote, "Our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinian people," close quote. I therefore want to say, Razan, that it falls upon this generation to pick up the baton where Madiba left off and ensure that we are relentless in our efforts in fighting for the realization of a free Palestine from the river to the sea. I have always held the contribution to our own struggle for liberation in high esteem, in the sense of the role that was played by the International Solidarity Movement in rallying behind the Free Mandela campaign and the anti-apartheid global campaign. We had a lot of support from the international community, who went out in boycotts and placing sanctions on the brutal apartheid regime in South Africa. We therefore owe it to those oppressed nations around the world that stood side by side by us, fighting for our realization of our freedom. And we dedicate our lives today, going forward, to being the voice for those oppressed nations. And Palestine is dear and close to our hearts. My grandfather always used to say to us as a family that he drew inspiration from the Palestinian struggle during his darkest days of incarceration, where he served 27 years in prison. And it is therefore coming naturally to us to say to you, we will stand side by side with you as Palestinians in your struggle for liberation. But we must, Razan and all the panelists, say that it requires the entire masses, young and old, women and men in Palestine, to come together as one front and set aside their partisan differences and see themselves and regard themselves as an oppressed people by settler colonialists. It was only then, as South Africans, that we set aside our partisan differences and united in the United Democratic Front and came together as oppressed South Africans, that we began to coordinate our efforts in one single unit. And we believe that through boycott, divestment, and sanctions, we can be able to rally behind BDS and ensure that we speak as one voice.
But also, let us speak to the 7 million Palestinians living in exile. They need, like we did as South Africans during our struggle for liberation, become active ambassadors for their own struggle. They need to ensure that they activate every cell and every sector they are in to speak about the ills that are being meted out against Palestinians on a daily basis by a brutal apartheid regime in occupied Palestine. And we believe that once we are able to start coming together and mobilizing at every sector, our government, and I think at the level of the Pan-African Parliament, the AU that is now being chaired by South Africa, but also our position within the BRICS countries, we have to ensure we utilize that and sit in the UN Security Council, that we become the voice of the oppressed people around the world. But let me assure you, Razan, that as Madiba's grandson, we give and dedicate our life to serving the Palestinian people. And I therefore gladly accept the invitation to come and spearhead and champion a dialogue behind ensuring that Palestinians can rally together and we can build unity amongst Palestinians to face a common enemy, that being the apartheid brutal regime of Israel. I thank you. Thank you so much, Chief. Thank you so much. Very valuable lessons and lessons learned through your struggle. I hope we Palestinians will hear these this beautiful advice to unite into one front. This is our dream, all of us. I would like to, before I ask Sylvia to come in, I would like to just give some summary of the ideas, way forward. I think, and I would like to speak that in Arabic, بعض الملاحظات قبل أن أعطي الكلمة للسيدة سيلفيا. يعني نحن نرى مع كل هذا الظلام الذي نشاهده حولنا كشعب فلسطيني أو كشعوب عربية مستهدفة لتبقى في الفتن والحروب والحروب فيما بينها بعيدة عن الهدف الأساسي وهو محاربة الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين. مع كل هذا الظلام نرى أن الظروف متاحة لأن نعمل معا. هناك كما رأيتم تردي في أمريكا وفي سمعتها وفي وضعها السيء حاليا. أوروبا معنا في موضوع الجرائم الإسرائيلية الحديثة في الضم. هناك تناغم بين الشعوب وبين مثلا في الأردن بين حكومة والشعب في فلسطين. كمان موقف الحكومة الفلسطينية جيد. ليس لنا حل آخر. وجودنا يعتمد على أن لا نيأس. يجب أن نرفع ثقتنا بنفسنا. إذا كان هناك إرادة سياسية لأن ننتصر فسننتصر. والخوف من عدو الصهيوني, هذا العدو أنا برأيي أنه هو واهن ووهم, وهناك حرب نفسية تشن علينا. يجب أن نرفع سقف مطالبتنا. يجب أن لا تكون لنا ردود فعل فقط. كل أنواع المقاومة مشروعة. يجب أن نعترف أن كل شخص فينا ممكن أن يقاوم بوسائله وبطريقة جمعية. نحن نطالب من هذا المنبر حكوماتنا بالتحلل من أوسلو ومن وادي عربة. نطالب باللجوء إلى السيادة الغذائية, أي نزرع قمحنا ونزرع طعامنا. الوحدة بين الفلسطينيين للمرة العاشرة, الوحدة والتعاون بين الدول المعنية كما قال المتحدثين وربطهم مثلا أستاذ فتحي بين لبنان وسوريا وفلسطين والأردن ضروري جدا لأن الكل مستهدف. المجتمع المدني عليه دور كبير في الإقليم وفي فلسطين. يجب أن نرفع سقفنا, يجب أن نتوحد, يجب أن نحاسب, لا يجب أن نصمت أمام الفساد, يجب أن نقاطع. وكما قالوا المقاطعة هي من أهم الأسلحة. الأمم المتحدة يجب أن تتحمل مسؤوليتها.
أنا أشكركم جزيلا. وقبل أن نطلب من سيلفيا أن تتحدث، أتمنى على المشاركين وهلأ أن يفتحوا الفيديو تبعهم ليظهروا على الشاشة ولكي نستطيع أن نأخذ صورة فيما بعد. فأرجو من الجميع أن يفتحوا الفيديو من المشاركين على الزوم. Please, I would like to ask everybody on Zoom to open their video so we can see them and we can have a photo before I invite our dear sister and friend Sylvia, the co-chair of PCFS, to give us her closing remarks of this very important debate. Thank you so much, everybody. شكراً جزيلاً. على أمل لقاء آخر يكون في خطة عمل وطريق وخارطة الطريق. وخارطة الطريق مشتركة. سيلفيا. سيلفيا, are you there? Yes. Okay. Good evening, everyone. Sylvia, can you ask everybody to open their videos as well? Okay. Everyone, I enjoin you to open your videos. Please turn on your videos so we can have this group projection. Are you all on? Should be. Yes, we are on. Okay, can we go ahead? Yes, please go ahead. Okay. Again, good evening, everyone. Indeed, it has been a heart-rending and action-galvanizing webinar. And I would like to say that the People's Coalition on Food Sovereignty is privileged to have co-sponsored this with the Arab Group for the Protection of Nature and the Arab Network on Food Sovereignty. We thank everyone who has participated in this webinar. We give our utmost appreciation to our esteemed speakers. And we thank most especially also the joint organizing teams of the PCFS, the APN, and the ANFS for making this possible. We hear the anguish of our Palestinian brothers and sisters. We are incensed with the inhumanity of the United States and the Israeli land grab of the century. But we are filled with hope. We are filled with hope because of the resolute and righteous and continuing struggle of the Palestinian people for land and food, for freedom and justice. We resolve to forge a stronger international solidarity with the struggling people of Palestine, with the peoples of the Arab region and everywhere else in the world. And I dare say that no matter how long it takes, for there are so many difficulties to surmount, in the end, the toiling peoples of the world will triumph. So in closing, I'd just like to repeat what Malcolm and the chief, I think, have mentioned. I would say, from the river to the sea, Palestine will be free, and long live international solidarity. Thank you, one and all. Thank you. Thank you. Thank you. Amanda. So, thank you so much. We download the video of the meeting and distribute it later to everybody. Thank you so much, everybody, and see you soon on our way to struggle. Thank you so much. Thank you, Razan. Thank you. Have a wonderful evening. Thank you, everyone. It was a privilege. Thank you. This is so important.
important. Thank you. كيف بتقي بلا بذكر هذا؟ يعطيكم العافية جميعاً.